اهلا ومرحبا بكم مجددا. اليوم عندنا لكم بهذا العود الجميل. مواصفات هذا العود: عندنا الوجه من السيدر، الزخرفه بالخشب من الونجي والميبل الحاضره معنا في الوجه، الظهر عندنا من البدوك والونجي اللي هو خشب الورد والونجي بالطبع. خلينا ناخذ نظره على محيط العود بالكامل. الزند والبنجخ من الورد والونجي، كذلك البنجخ من الطرفين من الونجي بالكامل. المسطرة والمفاتيح عندنا من الأبانوس درجة أولى. الزنديان من هنا بنقدر نتحكم بالدوس اللي هو بعد الوتر عن المسطرة بكل سلاسة من خلال الشد والرخي من هنا. مسألة بسيطة جدا وتحمي العود من التقوس مع مرور الزمن. الأوتار عندنا من كروشنور دوزان فافا. قياسات هذا العود: العرض 36.5، العمق 21، طول الزند 19.5، وعرض العظم 3.9. خلونا الآن نجري اختبارات مختلفة في هذا العود مثل ما تعودنا دائما. نبدأ إن شاء الله. وصلنا لختام عرض هذا العود. خلينا الآن نجي للاختبار الأخير، العصر فينجر بورد كامل. نهاية بالتوفيق.
ألقاكم على خير. إلى اللقاء.